اهلا بحضراتكم في لقائنا الاخير النهارده في برنامج الحصاد، واللي هنخصصه للحديث عن الخيل العربي من خلال منظمه مهمه جدا هي منظمه الجواد العربي. في هذه الايام بيتم انعقاد الدوره السابعه لبطوله المربيين للخيل العربي، وبيحضر مجموعه من المتخصصين والمهتمين بشان الخيول من دول عربيه مختلفه، ومنهم ضيفنا النهارده اللي احنا بنسعد بلقائه داخل الاستوديو دكتور محمد مشموم، عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمه الجواد العربي. اهلا بحضرتك دكتور محمد. اهلا وسهلا. بدايه عرف الساده المشاهدين بطبيعه هذه المنظمه، منظمه الخيل العربي الداعي من انشائها، ومتى تاسست والدور منها. اولا اشكركم على هذه الاستضافه وعلى الاهتمام بهذه الفعاليه. منظمه الجواد العربي هي منظمه عربيه بامتياز، تم انشاؤها في سياق اتضح بالملموس أن المنظومة العالمية كانت تحتاج إلى جهاز يساهم في إعطاء للمربي العربي وللكوادر العربي والمؤسسات العربية حجمها، بما أن المنظمات المتواجدة على المستوى الأوروبي والقائمة بالشأن الخيول العربية الأصيلة هي مميزة ولها اهتمامات، لكن تكوينها وتأسيسها يضع الغير الأوروبي في زاوية لا يمكن أن يتجاوزها. والتربية الخيول على مستوى العربي تطورت وأصبحت فاعل أساسي ومكون داخل المنظومة الأوروبية نفسها، وتعذر تعديل الدستور على أو العام لاستيعاب الحجم الكبير للدول العربية، فكان لابد من البحث عن منظومة تعطي للدول وللمربي العربي وضعه الحقيقي، فأنشئت بمبادرة كريمة من بعض الدول بما فيها مصر، المغرب وتونس والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأضيفت لها بعد قطر والبحرين وليبيا، ويعني كل الدول المهتمة بالخيل العربي الأصيلة، فوضعت لها استراتيجية واضحة ورؤية واضحة أنها تضع المربي العربي والجواد العربي في صلب الاهتمامات من كل الروافد، روافد التربية، روافد التكوين، روافد إنشاء فعاليات تضيف لقيمة مضافة للتربية وتساهم المربي لتطوير برامج التوليد، لأنه الأساسي والمتعارف في عالم الخيول العربية خصوصا للجمال. نحن لا نهتم بالسباقات، لكن ممكن نهتم بها في إطار التربية والتوجيه على مستوى التربية. كان هناك نقص على مستوى الوطن العربي من تكوين الكوادر المهتمة بمجموعة من الأساسيات المرتبطة بتربية الخيل، فوضعنا على عاتقنا هذا التوجه في إنشاء دورات للتكوين، دورات للتوعية على ربوع الدول الأعضاء، ومنها دولة مصر طبعا في الكفاعل الأساسي. أنشأنا فعاليات لربط الحدث بالسياق بالحدث الذي نتواجد به الآن، فعاليات أطلق عليها بطولات المربين بقوانين خاصة بالمنظمة وبقوانين التحكيم خاصة بالمنظمة، وبحيث أنه في هذه الفعاليات يشارك فيها المربي والمنتج، لأنه يعني توجه للمنتجين وليس فقط من يقتني الخيل، توجه لمن يقتني ويولد ويعتني. فهناك اختلاف، يعني أن تكون مشارك في بطولة المربين يجب أن تكون المنتج والمالك في نفس الوقت إلى حين البطولة. وكانت مصر من أول الدول التي احتضنت هذه البطولة. نحن الآن في الدورة السابعة، في الدورة السابعة طبعا بحكم العدد الكبير للاهتمام المصريين والمربي المصريين بالخيول العربي الأصيلة والعدد الكبير من المزارع، فتمت هذه الدورة وتم دورها، يعني عرفت نجاحا مميزا على مستوى التنظيم، على مستوى جودة المنافسة، وعلى مستوى الحضور المميز كذلك. والمنظمة بصفة عامة هي إضافة داخل المنظومة العالمية، هي قيمة مضافة لمنظومة الخيل على مستوى العالم، لها شراكات دولية مع كل المنظمات الفاعلة بما فيها المنظمة الأوروبية للخيول العربية اللي هي الإيكاو، ومنظمات محلية ومنظمات دولية، مفتوحة على كل الآراء لكل ما يمكن أن يساهم في تطوير الجواد العربي. طبعا نحن واعون بأن العالم العربي والكوادر العربية لدينا خصائص في مجموعة من الجوانب المرتبطة بالمهن، فنسعى جاهدين لمساهمة ولو بقصد رمزي في تقليص هذا الهامش بهذا النقص من تنظيم ورشات وتنظيم دورات. وأعتقد أنها يعني رسبت على مدى 7 سنوات نتائج طيبة جدا،
وكان لها حضور مميز على مستوى بالمغرب بالإمارات في البطولة ما بين الدول العربية وفي مصر وفي البحرين، ويعني والمسار لا زال طويلا لكن الإرادة والعزيمة كذلك مواجهة لهذا المسار. هل هذه المنظمة هي منظمة وحيدة من نوعها في العالم العربي؟ فيما يخص الجانب الذي تعتنى به أقول لك نعم لليوم، لأنه منظمة تخص الجواد العربي وتعنى بتنظيم فعاليات خاصة بجمال الخيل العربية، ونظمنا كذلك بعض السباقات للقدرة والتحمل خاصة، وساهمنا كذلك في تطوير أو في مساندة بعض السباقات الخاصة بالخيل العربية، لكن خصوصيتها أنها منظمة تجمع دول عربية تعنى بالجواد العربي في هذا الشق. نعم. ليس. حضرتك بتقول إن المنظمة بتعتني بالفعاليات المختلفة اللي بتهتم بالتربية وبتهتم بجودة الخيل وتكوين كوادر قادرة على رعاية الخيل العربي، وده شيء كان بينقصنا في العالم العربي في الفترة الأخيرة. بالحديث عن المسابقة الأخيرة اللي حضرتك موجود للتواجد فيها في مصر الآن، وهي الدورة السابعة لبطولة المربين للخيل العربي، نتكلم عن بطولة المربين، الهدف منها إيه وما الذي طرأ عليها من تطوير خلال 7 سنوات؟ طبعا هو على مستوى التأطير المحلي، هناك الجمعية المصرية لمربي الخيل العربي الأصيلة اللي هي شريك ومؤسس داخل منظمة الجواد العربي، موازنة كذلك مع محطة الزهراء مع الهيئة الزراعية. هذه الفعالية إذا رجعنا إلى الأول دورة، طبعا أعطت فسحة للمنتجين أن يتنافسوا بإنتاجهم، وهذا اختلاف، يعني كل المزارع المشاركة هي منتجة، هذا واحد. من زاوية ثانية الجودة، يعني لدينا قانون أن كل من فاز مثلا في بطولة أفضل مربي ليس له الحق أن يشارك على مدى 3 سنوات على نفس اللقب، حتى نفتح المجال لكل سنة أو كل 3 سنوات لمزارع جديدة للفوز. هناك حوافز، ناهيك على أننا استطعنا من خلال 7 سنوات بدأنا بحكام 100% أجانب في هذه الدورة، لدينا لجنة تحكيم أكثر من 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 يعني تقريبا 3 حكام عرب، نتاج المجهودات التي ساهمت فيها المنظمة في الدفع بالكوادر العربي إلى ساحة الجمال الخوي العربي الأصيلة. لدينا طاقم تأطير تقني 100% عربي داخل البطولة، وهذا شيء يثلج الصدر ويسطر كإنجاز، لأنه بالسابق كان لابد من الاستعانة يعني بشكل طبيعي أنه السيرورة التاريخية ونقل الحضارات تستعين بالخبرة حيثما كانت، لكن الاستعانة بالخبرة يجب أن تكون في فترة معينة، يجب نقل المعرفة، فنحن سعينا كذلك لتسهيل نقل المعرفة، وهذا جهد مشكور لمجموعة من الدول التي ساهمت كذلك في إنشاء دورات خصوصا في مصر وفي الإمارات وفي دول أخرى. فهذه الدورة كذلك سجلت طفرة نوعية على مستوى التنظيم. طبعا حتى نكون يعني نقوم بنقد ذاتي، كان لدينا بعض النواقص فتجاوزت النواقص سنة عن سنة، التنظيم، الترتيبات، تسجيل الخيول، تداخل الخيول، لأنه عناصر نجاح أي فعالية في جمال الخيول العربي الأصيلة تعتمد على عنصر الخيل وسلامة الخيل واحترام البرنامج المسطر وانسجام وتجانس التحكيم داخل اللجنة التي يتم اختيارها، ثم بذلك الاحتفالية العامة التي تصاحب ذلك. لا ننسى أن بطولة جمال الخيل هي ليست محطة فقط للفرجة، هي مجال يأتي كل المنتجين لعرض جهد التربية وجهد مسار معين في التفكير والبحث والتنقيب على خلطات بين قوسين أو وصفات لإنتاج عربي مميز، فيأتي مجموعة من الخبراء لتقييم هذا الإنتاج، إما لتزكية الخط والمسار الاستمرار على نفس الخط أو تعديله من خلال تقييم الجواد، فهي محطة لتقييم تربية الإنتاج، فهي محطة أساسية، في يعني تعتبر بالنسبة للمربين يعني هدف أساسي للاستفادة من وجهة نظر ناس مفروض فيما أن يكونوا خبراء، وطبعا هناك مقاييس أخرى على مستوى التحكيم هذا يمكن أن نخوض فيها، ناس محايدين ذوي خبرة بنزاهة، دي كل الأمور يعني
نسعى من خلال المنظمة أن نحرص على إنجازها لتكون البطولة في مستوى. فهمت أنه يعني المنظمة تعتني كذلك بربما وضع منهاج للتربية حتى نحصل في النهاية على أفضل خيل ممكن. ليس بهذه الصورة يعني حتى أكون معك صادق، هذا طموح مبتغى يصعب مناله، لأنه تربية الخيل تختلف على تربية الخيل ليس بالسهلة. على قدر ما هي سهلة على مستوى المنهجية، على قدر ما هي صعبة على مستوى النتائج. النتائج التربية أو برامج التوليد تختلف لكل وجهته ولكل تصوره، لكن هناك آليات مشتركة، كيفية انتقاء الفحول، كيفية وضع آليات أو نظام سيستم أو نظم لتأطير فترة النزو، كلها أمور فنية، لكن يبقى برنامج التوليد، برامج توليد تختص بها كل مزرعة حسب توجه. نحن ما نسعى إليه أن نساهم جاهدين في تنوير المربي، كيف متى يضع السؤال وأين يجد الجواب، وكل واجتهاده. ليست لدينا وصفة سحرية، ولا أعتقد أحد له وصفة سحرية على مستوى العالم في منظومة تربية الخيل، لكن الأساسي هو إرشاده إلى الوسائل التي من خلالها يبحث على المعلومة الصحيحة وأين يجدها. المنظمة بتعتني بأنها تعمل تربية للخيول، تربية جيدة كما يحدث في الغرب الذي تقدم في هذا المجال، وبنحاول اللحاق بتقدمه من خلال هذه المنظمة وجود بتقوم بها وغيرها من المنظمات. إذا ما حاولنا المقارنة ما بين وضعية الخيل في العالم العربي الآن، برغم أنه خيل عربي وكان لابد لنا أن يكون السابق في التربية، ولكن حدث ما حدث وربما الغرب تقدم عنا قليلا في مجال التربية. إذا ما حاولنا المقارنة ما بين وضع التربية للخيل العربي في العالم العربي بوضع تربية الخيل العربي في العالم الغربي، سأكون معك صادق في الوضع الراهن، وهذا وجهة نظري الخاصة يعني لا تلزم أحد. تربية الخيول على مستوى العالم في العالم العربي عرفت مد وجزر، ونحن الآن في هذه الفترة لو طرح السؤال قبل 15 أو 20 سنة كان يكون جواب مختلف. الآن العالم العربي بكل أمانة يحتوي على أكبر المزارع وعلى أكبر رصيد من الأفراس والأمهات الأساس لإنتاج خيول في المستوى، سواء لأنه ما يميز العالم العربي الحين المزارع متواجدة في الدول العربية والمستثمرون العرب يتواجدون كذلك على أرض أوروبا، يبحثون عن الخبرة حيثما كانت واستفادوا من الخبرة الأوروبية واستفادوا من الخبرات والتقنية العالمية، وأصبح الخيول أصبح الأوروبيون في بعض الأحيان يحجون إلى الدول العربية والمزارع العربية لتطوير برامجهم على مستوى ليس للشراء ولكن لا حتى للشراء للشراء طبعا، لأنه في أخذ ورد. لطرح السؤال قبل 15 20 سنة كان هناك الهجرة إلى البحث عن على الأفراس والفحول الجيدة لاستقطابها واستغلالها في التربية. الآن هناك مزارع رائدة ورائدة، والدليل على ذلك وصحة ما أقول يكفي أن نرجع إلى أكبر البطولات على مستوى العالم ونترصد ونتحلل ونحلل النتائج. أغلب البطولات المراكز الأولى في الـ يعني بدون أي مركب نقص هي عربية بامتياز إلى حد 80-90% لمربين عرب طبعا لمزارع عرب عربية محضة. السؤال يعني هذه الطفرة التي تمت في هذه العقدين أو ثلاثة عقود حتى يعني بشكل موسع هي طفرة نوعية كبيرة جدا إذا ما قارناها على مستوى عام. وهنا يعني بدون مركب نقص العرب اليوم يمتازون أو يمتلكون أفضل الخيول العربية ويختلفون مزارع رائدة يعني يمتازون وينتجون خيول في مستوى عالي. يعني بدون مركب نقص يعني يبقى يجب استثمار هذه الطفرة وموازتها وتتمينها بالتركيز والبحث والتطوير
والاستمرارية. ده اللي عاوزين نتحدث عنه بالتحديد. يمكن يعني المربي العربي عنده نوع من الوراثة أبا عن جد، نوع من الخبرة التراكمية، لكن ده لابد من دعمه بالبحث العلمي. أهمية دخول البحث العلمي ومناهج جديدة في التربية يستغلها المربي العربي، في رأيك ما أهمية ذلك وكيف نصل إليه؟ هذا سؤال وجيه جدا، وهذا يعني هو حصان ترواضع في حالة المنظومة في اعتقادي المتواضع. يعني البحث العلمي لا زال لم يرقى في وجهة نظر المتواضعة إلى المستوى الذي يمكن أن يكون عليه موازة أو بالنظر إلى الإمكانات المتوفرة الحين والتطور التكنولوجي والوسائل العلمية البحتة الدقيقة الموجودة الآن يعني التعريف بشكل مدقق بالخيل العربية، بدراسة كل مورثاتها الجينية مثلا، ورصد أو عمل الخريطة الجينية لكل أصناف الخيول العربية المتواجدة، وهناك مشاريع موازية تعتقد يعني هذا موضوع كبير جدا، الدراسات المساهمة كذلك في وضع آليات تساعد المربي أو صغار المربين بصفة عامة، أو الخزانة بين قوسين العربية العالمية إن شئنا لتربية الخيل من خلال رصد يعني تجمع أو تضافر جهود أو كفاءات علمية نحو مشاريع بحث اللي في الجواد العربي. أعتقد هذا منى ومتغى، نتمنى أن نكون أن نصل إليه وأن يكون هناك وعي جماعي به في القريب أو في المستقبل القريب. فيعني أعتقد لأنه صيرورة التاريخ لا تستمر، التاريخ علمنا أن هناك مد وجزر في كل الحضارات، ويعني حتى حتمية ابن خلدون في مسار المجتمعات هناك مد وجزر وهناك صعود ونزول. نحن في فترة أعتقد أن تربية الخيول على مستوى الخيول العربية على مستوى العالم العربي في فترة مد، من حيث الإمكانيات المادية المتوفرة، الاهتمام على كل مستوى القرارات، المزارع الخاصة المتنورة بإمكانات رائدة، إذا تم يعني موازتها بنفس الاهتمام خلينا نقول على قدر 15-20% فقط في البحث العلمي، سنكون أو سنساهم في تسجيل بصمات على مستوى تاريخ الخيل العربية سيذكرون بها التاريخ في الأجيال المقبلة. هذا البحث العلمي ربما يكون مكلفا، لكن تربية الخيل وإذا ما استطعنا أن نقول تجارة الخيل أو يعني الاستثمار في تصديره للخارج أو غيره يعود على المربين بنفع كبير. هل يمكن للمربين أنهم يساهموا في تمويل البحث العلمي، ربما يستفيدوا فيما بعد في تطوير مزارعهم وفي تطوير هذه التجارة بشكل عام؟ سيدتي، البحث العلمي كيفما كان نوعه عوائده دائما على جميع الروافد التي تساهم فيه، على المربي، على الثروة الحيوانية كنفسها. نحن مطالبون بالحفاظ على الجواد العربي. أن نكون مربين أو مهتمين ليس فقط هو فرجة أو نوع من الامتزاء المتعة الشخصية، هي رسالة كمنظمة وكمسؤولين وكمربين. نحن مطالبون بإضافة قيمة ولو بسيطة جدا في الحفاظ على هذا الجواد العربي، والحفاظ عليه لن يتأتى إلا بتربية سليمة، بوسائل وآليات تساهم في إنتاجية مهمة جدا. لكن لا ننسى جانب البحث العلمي هو الضامن لمعرفة التطور ولرصد التطور ولوضع نتائج البحث العلمي بين يدي المربي في على كل مستوى، على مستوى التغذية، على مستوى الرعاية، على مستوى الولادة، على مستوى الدراسات الجينية، على مستوى انتقاء الأفراس، على مستوى معرفة الأمراض المرتبطة بالتربية أو بالوراثة. المواضيع بحثية مهمة جدا، وأعتقد لم يكن سؤالك في الأول على مستوى التكلفة. أنا لا أعتقد أن التكلفة البحث العلمي ستكون يعني ثقيلة جدا أبدا، إذا كانت هناك الإرادة. لا أعتقد هي فقط موضوع اهتمام وإرادة على مستوى القرارات، من يعني تصرف أموال، خليني أقول لك مثلا في رعاية بطولات بأموال طائلة
لو أخذنا فقط 10% من هذه الرعايات سنويا سنكون قد أسدينا خير الخيل بشكل يعني لا يتصور. وهذا أعتقد الوعي أصبح يتطور شيئا فشيئا، يعني بعد لقاءات مع ناس مربين متحمسين ربما سيأتي يوم يكون هناك وسيلة أو جهاز يجمع هذه المبادرات فيما بعدها فيما بينها، ممكن أن يعني بسهولة، لأن الإرادة إذا كانت الإرادة لإمكانات متوفرة، النوايا الطيبة طبعا والرغبة في الحفاظ سهلة جدا في اعتقادي المتواضع. أنا عايزة أطل إطلالة على وضع الخيول في المغرب، بما أن حضرتك من المغرب ومنورنا في القاهرة، يعني يا ريت تاخدنا في رحلة كده تعرفنا بالخيل المغربي وأهم ما يميزه. أنا شهادتي في الخيل المغربي هتكون مجروحة. إطلاقا، إحنا مصدر ثقة. طبعا يعني صعب نتحدث على بلدي يعني، لكن بصفة عامة المغرب بلد فروسية بامتياز، لدينا تقليد في تربية الخيول بصفة عامة. المغرب وعلى كف ودول شمال إفريقيا بصفة عامة مرتبطة بغض النظر بجانب الخيول العربية الأصيلة، هناك خيول المغربية البربرية التي تعتبر المنطقة مهد لهذا الصنف من الخيول، له تاريخ قديم جدا، يعني من الخيول القديمة جدا. المغربي يعني يرعى ويهتم بالخيل بشكل يعني يتسم ينسجم مع حضاراته. طبعا أنتم تعرفون أن الخيول كانت وسيلة للفتوحات وللحفاظ على الحضارة الأندلسية، وكانت الدول أو من حكم المغرب في كل الفترات يذهبون إلى إسبانيا وإلى شمال حتى جنوب فرنسا إلى جنوب إفريقيا، فجنوب إفريقيا إلى دول في جنوب المغرب، كان الخيل حاضرا والفرسان والفروسية حاضرة، وظلت هذه التربية وهذا هذا المكون الحضاري مستمرا إلى اليوم. اليوم على مستوى المغرب لدينا مجموعة من الخيول، الخيول البربرية طبعا وهي تكون القاعدة الكبيرة وتستعمل في مجموعة من الاستعمالات، منها مثلا اللعبة التي يشهر بها المغرب لعبة الطبوريدة، يعني الفروسية التقليدية، وتلك فرجة ليس بعدها فرجة بامتيازاتها وثقافتها ومحيطها ومنظومتها ككل. أما الخيول العربية التي تربطنا طبعا هناك وعي كبير بتربية الخيول، استعمالات الخيول في المغرب استعمالات بالأساس، ويعتبر المغرب من الدولة على مستوى العالم الدولة الثانية في تنظيم سباقات الخيول، لدينا أكبر عدد من الخيول سباقات الخيول في ثاني دولة في العالم بعد تركيا على ما أعتقد، لها مؤسسات تعنى بها وهي مجتهدة جدا على مستوى الوزارة أو الشركة الملكية لتشجيع الفرس أو الجمعية المعنية بتربية الخيول. هناك خيول مختلفة من الإنجليزية والأنجلو أراب، يعني من العربية الإنجليزية، لكن الخيل العربي الذي يعنينا كذلك يعرف طفرة نوعية هائلة جدا. نظمنا كذلك بطولات المربين، وكانت الدورة الخامسة في معرض الفرس بالجديدة، معرض الفرس الذي يعتبر باكورة الاهتمام ويعتبر هو النافذة على مستوى العالم. نحن كانت الدورة العاشرة، يعني مهرجان يضم فعاليات مختلفة ثقافية رياضية أدبية علمية، بطولة دولية من سبق من الجمال الخيول أو القفز على الحواجز. أعطيك رقم بسيط جدا، يزوره السنة اللي فات في حوالي 300,000 زائر في 5 أيام. يعني كانت مصر حاضرة معنا من خلال الهيئة الزراعية، وهذه السنة بين قوسين نظمنا ندوة خاصة داخل هذه المنظومة الدولية حول محطة الزهراء، باعتبارها منارة، نعتبرها منارة في منظومة الخيل على مستوى العالم، وكحاضرة فيها طبعا 3 أجيال من من المعنيين الذين تناوبوا أو تداولوا إدارة الهيئة. فكانت يعني تربية الخيول ملتزمة تشكل عنصر من هوية المغربي بصفة عامة، كما الحصان في الجواد في مصر، المغرب الفروسية وتربية الخيول لها أهمية قصوى في الأرياف، في البوادي، في الأرياف، في المنتديات للفروسية. والجواد العربي في أعتقد أنه يخطو خطى متسارعة للقدوم إلى الدولية من خلال المسابقات الجمال التي نحن نهتم بها في إطار هذه المنظمة والتي تجمعنا في هذه الجلسة.
نعم، هذه البطولة هي بطولة لا تقام في بلد واحدة ولكن بالتناوب بين البلاد المشاركة في المنظمة جميعا. هي ليس بالتناوب، كل نحن نسعى أن نكون أن ننظم في كل دولة بطولة للمربين المحليين. مثلا في مصر مفتوحة للمربين المنتجين المصريين، كانت في المغرب للمنتجين المغاربة، كانت في البحرين. لكن كذلك نقطة أساسية جدا للتاريخ فقط، عندما تم إنشاء منظمة الجواد العربي وكان الهدف منها هو إبراز الصورة والشخصية العربية في التربية داخل المحافل الدولية، طبعا لم ينظر إلينا بعين الرضا في الأول، شيء طبيعي جدا في أي مجال. فكانت الفكرة أن نبرز للعالم بأننا لسنا ضد أحد ولسنا بديل لأحد، نحن قيمة مضافة داخل هذه المنظومة، وكل من يعنى بالجواد العربي على مستوى العالم هو صديقنا، لأن نعترف ونعتبر أن الجواد العربي هو أحد مكونات حضارتنا كعرب. فنظمنا بعض البطولات في دول عربية أوروبية، بدأنا في فرنسا ثم برلين ثم وارسو ثم ختمنا البطولة بفرنسا، فأعطينا انطباع بالملموس على أرض الواقع على أننا لسنا ناس يعني أصحاب خطابات طنانة عاطفية، بل نحن نذهب للمربي حيثما كان. فوجدنا تعاطف تم توج في إنشاء بطولة خاصة بالمربي الأوروبيين للجواد العربي لسبب بسيط، لأنه نعترف ونعلم أننا للحفاظ على منظومة الجواد العربي يجب أن تكون هناك شيء متوازن على مستوى دولي، وأي مربي حيثما حل وارتحل بغض النظر عن جنسيته يهتم بالجواد العربي فهو صديقنا. فأنشأنا بطولة في مدينة شانتي، كانت في دورة الخامسة على ما أعتقد، بطولة ناجحة بامتياز، بل صنفت من أفضل الفعاليات العالمية على سنتين متتاليتين. نحن لسنا منظمة ذات ربح، نحن منظمة تسعى لدعم المربي والمنتج الأوروبي، وكذلك نظمنا على مستوى العربي بطولة الفائزين في البطولات على مستوى الدول، بطولة بين الدول العربية كانت في دورتين في بوديب بالإمارات، دورة الإمارات العربية. فالفكرة ككل هو يعني لإبراز لكسب الثقة على مستوى الدولي، يجب على الميدان داخل الميدان أن نبرز بأننا لدينا أهداف واضحة، والحمد لله هذا الجهد توج منذ 3 سنوات بإنشاء اتفاقية شراكة بين منظمة الجواد العربي والمنظمة الأوروبية للجواد العربي للخوية العربية الأصيلة. فنحن يعني الكل وعى بأننا نتجه في نفس الرؤية ونعتني بنفس الهدف اللي هو تطوير الجواد العربي. هل ممكن أيضا أن هذه الشراكة تكون نافذة على الجواد العربي الموجود في الدول العربية والذي يمكن أن يتم شراؤه أو تصديره إلى الخارج؟ هي طبعا لما هذا السؤال مهم جدا، نحن بلغة الاقتصاد نسعى إلى خلق علاقة سواء بي تو بي بين او بي تو اي، يعني بين الشراكة بين التجار بين المعنيين. لما نخلق فضاء، لأنه تكون دائما البطولة داخل المضمار وخارج المضمار، تكون فضاء للتواصل، فضاء لتبادل الخبرات، أو فضاء لبعد تعارف وصفقات، يعني بالعكس شيء مشروع جدا، وهذا أحد المبتغى. إنه عندما ننظم بطولة في أوروبا مثلا نأتي تكون أفضل المنتجين الأوروبيين يكونوا مشاركين، يكون كذلك حاضرين المربين عرب ممكن أن يختاروا من الإنتاج أو يتبادلوا الفحول، يعني تكون فضاء تجاري يعني داخل المنظومة، هو هذا الهدف، أحد الأهداف كذلك التواصل وتبادل الخبر وخلق فضاءات لتبادل الخبرات. فيما يتعلق بالدول العربية، وأكيد كل دولة لها خصوصية، وحضرتك ذكرت أن كل دولة لها خصوصية فيما يتعلق بالخل العربي، قد يكون هناك قواعد عامة لكن في النهاية كل بلد لها خصوصياته. ذكرت حضرتك فكرة التبادل والتعارف وخلق يعني فرصة ومناخ للمربين والمنتجين على مستوى الدول العربية،
كيف يمكن إحداث هذا النوع من التعاون والارتباط؟ يعني كل دولة أكيد بها ميزة لا توجد في دولة عربية أخرى، فكيف يمكن أن نتعاون حتى يمتلك كل منا ميزات الآخر ويصدر إلى الآخر ميزاته؟ لتطمئن الأستاذة نهلا، التواصل داخل منظومة المربين قائم بشكل رسمي أو غير رسمي، لأنه المربين يبحثون عن 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 المعلومة ويتواصلون بينهم بشكل مستمر، يعني ويتبادلون التجارب، يتبادلون الشبوات للتلقيح أو يشترون، أو الوسائل أو العلاقات قائمة. على مستوى التصدير طبعا تبقى هذه أمور تربط الأجهزة، التواصل التصدير طبعا هو يخضع لقواعد، يخضع لقوانين، يعني الباب مفتوح، لكن ما لا يمكن أن يعني ما يحكم العلاقة بين الدول هو الوضعية الصحية في البلد داخل المنظومة العالمية، كل الدول العربية والدول يعني كل منضوي تحت المنظمة العالمية للأوبئة، الإجراءات المتعارفة أو الاتفاقات الثنائية أو الإقليمية لتبادل الخيول أو نقل الخيول بصفة عامة، هذه إجراءات موضوع ثاني، لكن كمربين التواصل قائم، والتطور التكنولوجي وتوفير المعلومة أصبح الآن يخدم بشكل غير لا يصدق، تقريب المعلومة، التواصل في حينه، التعرف على بالصوت والصورة يعني التواصل قائم جدا. لا أعتقد أن التواصل أصبح مشكل. المشكل الآن أو المعيقات اللي قد تكون هو في الإجراءات وفي الأشياء، الحدود الصحية والتي نتمنى أن نعتني بها أكثر حتى نستطيع أن ننفتح على العالم بشكل أكثر جرأة. أنا بشكر وجود حضرتك معنا ومنورنا في مصر دكتور محمد مشموم، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة الجواد العربي، شكرا جزيلا لحضرتك. العفو، شكرا لكم على هذه الاستضافة، وأتمنى لمصر دائما تألق وللجواد العربي بمصر المزيد من التألق كذلك. شكرا جزيلا لحضرتك. العفو. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين، بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من الحصاد، غدا إن شاء الله حلقة جديدة، إلى اللقاء. وبعدين يا عبد الهادي، بإنك هتبيع أرضك ويعيروك ويقولوا عبد الهادي باع أرضه. محدش هيسيب سكان الكيماوي غيري، لازم أقصي في الأول. حرام عليك، كل سريع بتاعي هيموت يا رجالي. آه ياني، آه يا ضلوعي، لو كان معايا تمن كنت زمان اشتريتها من السوق السوداء. مالك يا عبد الهادي؟ مس ويلم بيتها اتخرب يا عم سويلم. من ايه؟ الارض عيانة والزرع خربان. ما انا كان حالي من حالك، بس لقيت الحل. الحقني بيه يا عم سويلم. الحل في الجمعية، في جيركن تي اس اللي الزرع بيه بيحس. هو الزرع بيحس؟ شايف يا عبد الهادي، تي اس بايد وشي وحافظ على ارضي وزود زرعتي وسعره رخيص وعلى قد الايد وموجود في الجمعية الزراعية كمان. وده استخدمه ازاي؟ هخرم خرمين في الجيركن كده هينقط زي ما انتوا شايفين. الطريقة التانية بجيب الخمسة لتر تي اس واضيفهم على 100 لتر مية واقلب تقليب كويس.
جيركن التي اس لما تضيفه على المية بمقام 3 شكاير كيماوي هينقط زي ما انتوا شايفين. هو ده الكلام المظبوط بينا على الجمعية. تي اس انا وانت والغير. لو ناوي تزرع جوجوبا وفر وقت ومجهود وابعد عن الزراعة بالبذور وخد أعلى إنتاجية.